بقول للسيسي انذر، اعرف ان انت صنعت طالبان جديدة وصنعت القاعدة جديدة في مصر. كل الجموع دي هتتفرق جماعات استشهادية وهيدمروك وهيدمروا مصر، وانت اللي دمرت مصر. انت فعلت مجاهدين جداد واستشهاديين. اعرف لو كل واحد من دول، لو كل واحد من عشرة فجر نفسه في مجموعة، فانت السبب، انت اللي عملت الارهاب وانت اللي ابتديت بيه. انا بنذرك رجع الامور لنصابها، والا هتلاقي الجموع دي كلها هتفجر مصر. انت اللي بتعمل حرب اهلية بين مصر، بين المسلمين وغير المسلمين. انت اللي بتعمل حرب اهلية بين المسلمين والعلمانيين. انت اللي بتعمل حرب اهلية بين المسلمين وبين الشيعة. وانت اللي فجرت، وانت اللي كتبت شهادة وفاة جبهة الانقاذ ورجالتها. وانت اللي كتبت شهادة وفاة كل متمردين. وانت اللي كتبت شهادة وفاة كل واحد عارض الرئيس مرسي وعارض شرعية الصندوق. انا بقول لعبد الفتاح السيسي، مين اللي جابك؟ مين اللي جابك يا كلب؟ مين اللي جابك؟ المرسي هو اللي جابك. انا ولا اخوانية ولا حاجة، انا ست مصرية متدينة. وانا بقول للنصارى كلمة واحدة، انتوا قاعدين جنبينا، احنا هنولع فيكم.